يستفسر هذا عن الآية الكريمة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، هذه الآية واضحة في العذر في التيمم بدل الماء، تيمم بالتراب بدل الماء عن الوضوء وعن الاغتسال للجنابة والحيض. فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، وإن كنتم مرضى لا يستطيع استعمال الماء، يتيمم والحمد لله. المسافر الذي لا يجد الماء، أو يجد ماء قليلا لا يكفي لحاجته بقدر حاجته فأقل، فهذا يتيمم. السفر مع فقد الماء والمرض الذي لا يستطيع معه استعمال الماء يبيحان التيمم والحمد لله.